هلو ماي دير ستودنتس، اهلا بكل متابعين قناه انجليزي كل المراحل وبكل طلاب سنه رابعه ابتدائي مكملين مع بعض منهج كونكت فور الصف الرابع الابتدائي المنهج الجديد بعد التعديل 2024. وصلت معاكم النهارده ليونت 3 لسن 1، الدرس الاول من الوحده الثالثه من كتاب المعاصر. هنقرا مع بعض كلمات الدرس بطريقه اصوات الحروف زي ما احنا متعودين في قناه انجليزي كل المراحل. هنشرح الدرس، هنقراه كلمه كلمه، وبعد كده هنحل كل تمارين كتاب المعاصر. يلا نبدا ان شاء الله، الفيديو يعود عليكم بالنفع والفائده. هنفتح كتاب المعاصر على بيج 88، واول كلمه معانا احنا النهارده هنتكلم عن البلانتس والسيدز، النباتات والبذور. ازاي النبات بيطلع وبيبقى بالشكل ده؟ سبحان الله. تعالوا نشوف كده مراحل نمو النبات. اول حاجه احنا عندنا سايل، سايل تربه زراعيه، سايل سايل التربة الزراعية دي بنضع فيها سيدز بذور، سيد بذرة والاس اس الجمع بذور، بنضع البذور في التربة الزراعية. البذور بتبدأ تعملها جذور، الجذور اسمها روتس روتس روت جذر، الجذر اللي بيبقى تحت في الاندر اندر ذا سويل تحت التربة، والجمع روتس. بعد كده بتبدأ البذرة دي تنبت وبتبقى شوت شوت نبتة أو برعم. بعد كده بتطلع فلاور زهرة، الأول بتبقى ليف ورقة شجر وبعد كده بيطلع فيها الفلاور الزهرة. طيب النباتات اسمها ايه؟ بلانتس، بلانت نبات. طب وجمعها بلانتس نباتات. البلكونة اسمها بالكوني، بالكوني السي بنطقها كأنها حرف الكي كده. ثمرة الطماطم توميدو فروتس، الطماطم توميدو والثمار فروتس. انسايد داخل، ان احنا بنضع البذور داخل السويل داخل التربة، انسايد داخل. تعالوا بقى يلا، احنا متعودين في قناة انجليزي كل المراحل بنعتبر كده مخينا حصالة، بنحوش في كل درس مجموعة افعال جديدة. تعالوا نشوف افعالنا ايه. واحنا قلنا ان زمن الماضي البسيط في نوعين من الافعال، افعال ريجولر افعال ايريجولر. افعال ريجولر بتسمع الكلام، وافعال تانية ما بتسمعش الكلام. تعالوا نشوف كده، نبدأ بالريجولر، الافعال اللي بتسمع الكلام. ها اول فعل معانا هو ودر، water يسقي او يروي، الماضي منها watered، تمام، ضفت لها اي ودي. die يموت والماضي died، تمام. plant يزرع، ايه ده مش plant كان نبات؟ plant بتيجي اسم وبتيجي فعل في نفس الوقت، معناها نبات ومعناها يزرع، والماضي planted planted. طيب grow ينمو او يزرع، grow ينمو او يزرع، الماضي منها grow grow. طيب find يجد، الماضي found. become يصبح، والماضي became اصبح. تعالوا نروح كده لبيج 39 ونقرا مع بعض اهم الاكسبريشنز وحروف الجر ايه. لما اقول that's awesome، هذا رائع، انا بوصف حاجه انها رائعه انها جميله، that's awesome. above the soil فوق التربه، ذا الالف واللام وسويل معناها تربه، وابف معناها فوق. في البلكونه on the balcony، ما اقولش في ان، لا حرف الجر ملوش معنى ثابت، on the balcony في البلكونه. under the soil تحت التربه. طيب be cold بيسمى او يدعى، let's ومعاها بعدها الفعل في المصدر، هيا بنا هيا بنا، تمام. طيب هنا بيديني بقى طبعا الجرين وريد، التوميتوز بتبقى لونها جرين قبل ما تنضج، before they are red، قبل ما يبقى لونها احمر. وكمان التوميتوز هاف سيدز انسايد، الطماطم فيها بذور داخلها. We plant seed and the plant grows، احنا بنزرع النبات والنبات بينمو. We water the plant، احنا بنسقي النبات every day كل يوم. The roots الجذور،
grow under the soil بتنمو تحت التربة. The shoot النبتة grows above the soil بتنمو فوق التربة الزراعية. The plant grows flowers النبات بينمو بيصبح زهور. And the flowers become tomatoes والزهور بتصبح ثمار طماطم fruits tomato fruits ثمار الطماطم. تعالوا هنا بقى نبدأ نكتب يلا وإيه وانتوا قولوا لي كده بطريقة أصوات الحروف هي ده إيه؟ ده دي إيه دي؟ ها ورقة الشجر. تعالوا نكتبها ها leaf. إيه ده؟ هي هنا كانت إيه؟ leaf أهو ورقة شجر واحدة صح؟ leaf أكتبها إزاي؟ ل حرف ال ل لي إي إي طويلة إي وبعدها إيه؟ leaf ورقة شجر واحدة خلاص؟ طيب الجمع leaves بصوا كده ادي اهي leaf بس الاف بقى الاف بتتقلب لفي وبزود الاي والاس اوراق شجر. هنا بعد كده دي بقى اسمها ال بصوا يا اولاد هنا هيقول النبات هنا النبات ودي النبته النبته والزهره. طيب تعالوا نتكلم الاول هنا ده الايه ده السويل ده التربه الزراعيه تمام ودي البذرة سيد البذرة. طيب ودي ايه ها ودي الشوت النبتة شوت. طيب ودي ايه الجذور روتس روتس تمام. تعالوا نروح على بيج 90 ونقرأ درسنا ونمشي بالقلم بقى كلمة كلمة يلا بينا. تعالوا نكبر الصورة كده بصوا كده هنا هنا الأب أهو بيتكلم مع ابنه وبيقول له come and look سليم سليم and his dad سليم وبابا are talking about tomato plants بيتكلموا عن ثمار الطماطم. الأب بيقول له come and look تعالى وانظر. فالابن بيبص وبيقول له what is it dad ما هذا يا بابا. قال له our tomato plants نبات الطماطم بتاعنا are growing on the balcony بينمو فوق بينمو على في البلكونة بتاعتنا. look انظر كده can you see هل انت تقدر تشوف the leaves and the flowers الاوراق والزهور. فالابن بص عليه وقال له oh yes ايوه but why are the tomatoes green بس ليه الطماطم لونها اخضر. فهو متعود ان يشوفها لونها رد. بابا رد وقال له tomatoes are ممكن نقول التي كأنها دي كده خفيفة أو تي tomatoes are green بتكون لونها أخضر before قبل the orange قبل ما تكون لونها أحمر. طيب فالابن بقى بيبدأ يسأله how do we grow new tomatoes كيف نزرع طماطم جديدة. الأب بيرد عليه وبيقول له tomatoes الطماطم have seeds inside بيكون في داخلها بذور. We can احنا نقدر take ناخد the seeds البذور and grow new tomatoes ونزرع طماطم جديدة. We plant a seed احنا بنزرع البذرة and the plant grows والنبات بينمو. That's called germination. Germination عملية الإنبات اسمها germination. ما ننساش ان التي والاي والاو بننطقها بصوت حرف الشين germination. The water المية the plant we water احنا بنروي بنسقي. خلي بالكو الوادر اسمها مية وبتيجي فعل معناها نروي او نسقي احنا بنروي. The plant النبات every day كل يوم and the roots والجذور grow بتنمو under the soil تحت التربة الزراعية. The plant النبات grows بينمو flowers الزهور and the flowers become tomato fruits بتصبح ثمار طماطم. فالولد بيقوله that's awesome هذا رائع and I found وأنا وجدت a red tomato طماطم حمراء let's have it for lunch يلا ناكلها للغدا. هنا بيقول لي بقى في بيج 91 هنا ذا germination process عملية الإنبات. We put a seed in soil احنا بنضع بذرة في التربة. The seed البذرة needs بتحتاج sunlight ضوء الشمس and water والمية so it can grow علشان كده بتقدر تنمو. The seed البذرة grows roots under the soil بتنمو جذور تحت التربة.
then ثم it grows a shoot بتنمو نبتة and gets بتطلع نبتة كده and gets وبتصبح taller أطول above the soil فوق التربة finally بقى في الآخر the full plant النبات الكامل grows leaves and flowers بينمو كأوراق شجر وكمان كأزهار. احنا كده خلصنا درسنا. انا هخلي حل الدرس ده في الفيديو الجاي علشان يكون حل التمارين في فيديو منفصل لوحده علشان تكونوا ركزتوا اكتر في الكلمات ونحله في فيديو تاني. باي باي.